السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم احمد اي ار. رجعت لكم في مقطع جديد، وفي هذا الفيديو يا شباب مدلعكم هالايام كلها فيديوهات تحركات ماينكرافت بسلسله مقاطع التيك توك. قبل أن نبدا الفيديو اشتركوا بالقناه وخلوا لايك، نوصل 20,000 لايك نقدر، اكيد نقدر. اليوم جايب لكم شباب 10 مقاطع راح نجرب الخدع التيك توك، ونص هذه المقاطع انتم دزيتوا لياها على الانستغرام. فيب شكرا شباب، يعني اللي يدز لي مقاطع على التيك توك يقول لي احمد جربها، فخلينا نجرب. بما انه الفيديو عباره عن مقاطع التيك توك، فانا عندي حساب تيك توك يا شباب، تقريبا طبيت 11,000 متابع واغلبكم ما يعرفه. فشوفوا شباب هواي مقاطع نزلت بيها، وشوفوا هذا الفيديو قبل لا انزل حلقه اي ار لايف. شوفوا الفيديو احمد اي ار، نزل لنا اي ار لايف مع وجهي. اول فيديو تيك توكي يقول اقوى جليتش في ماينكرافت. حلو، بدايته قويه. خلينا نشوف. تسوي لك حفره 3 في 3 وتصعد 3 بلوكات وتذب هذا انستانت دامج. هاي تترسها 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 تترسها. او ماي جاد، ايش قد شو اسمه وات. وتسوي دروعك دقيقة ما فهمت. وتسوي دروعك موبايل. انا شاك ماينكرافت موبايل مرات ما تنجح، تنزل جوا بس تموت على طول. ورا شي يصير ورا ما تموت ترجع او ماي جاد وات، تلقاها تدبل وات. اوكي، هذا عالمي الجميل الصغير اللي ما بي اي شيء سويته فقط للتيك توك. فيب اوكي، خلينا نتقرب من قريه. دائما اول ما ترسم بالعالم الفلات تلقى من قريه. اوكي نبدي. اول شغله نحتاج النديرت، ونحتاج انستانت دامج 1. اوكي نجيب لنا هوايه، ونريد لنا بو. اوكي ونريد نسوي لنا حفره 3 في 3 حسب ما هو قال، ونصعد وحده 2 3 ونسوي وحده 2 بهذا الشكل، ونجي نرمي هنا تك 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 تك. ضل نرمي شباب الحد ما يصيرون هواية. اوكي المشكلة شباب يا اخي شو راح ارمي هواية، مدري شباب قلت اسوي حركة يمكن تنجح مدري. اوكي اوكي شباب تشوفون هسا نجي انذب هاي. باعوا ليتس جو يا اخي، ولا تعب نفسي. هذا الذكي بردستون، ولا واني مو قوي بردستون بس مو مشكلة. راح اذب شباب ستاكين راح اذب هنا فوق. باعوا الشكل او ماي جاد. بعد ظل 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 ترسه. اوكي تجيب والله شباب شكل راح اموت موته شنيعه. اوكي بس خلينا نسوي سباون بوينت هنا حتى اخاف نموت. نجي هنا اوكي نسوي بهذا الشكل ونسوي بهذا الشكل ونسوي بهذا الشكل ونسوي بهذا الشكل. اوكي شو نسوي هسه شباب؟ نلبس الدروع. اوكي قبل كل شيء شباب اريد انقص دمي فد شقل لكم، يعني انقص دمي فد اوصله ايش فد قلبين. والله شباب نجرب نموت. يلا موت. اوكي تدبلن ما تدبلن. اوكي يا شباب الخدعة الثانية عبارة عن انه تجيب ورد عباد الشمس وتحطه بهذا الشكل. اوكي اللهم صل على محمد وعلى محمد. اوكي نسوي هيك 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 فوق. اوكي وبعدين نجي نصعد وات. الزومبي يظل بعد ما يقدر يتحرك. حلوه. اوكي نحط الكاربت عليه. والله شباب توقعت انه الشغله نصب بس طلعت ظهر حقيقيه ما ادري والله. اوكي خلينا نجيب النفنسات بس على مود الطريق انه ما يعبرون عليه الزومبي هذا. اوكي ما يعبرون الزومبي عليه. اوكي ونسوي لنا هنا، سويت لشباب درج. اوكي هسه اقدر اخلي الزومبي يجون وراي. اوكي خلي نسوي الدنيا ليل شباب، نجيب لنا زومبي ونسوي سرفايفل. تعال يا زومبي، تعال حبيبي، تعال اصعد وشوف عمك. تعال اصعد، هي راح تجي. والله شكله ما يصعد. تعال لك، تعال منا، تعال اصعد يا ساحرة. لا اوكي اي والله شباب شكله ما يصعد.
انت ايش تسوي؟ اوكي شباب، هذا فيديو شويه طويل بي حركات هوايه ممكن واحد يشوفها. فاول حركه تنطي السيف لل الفوكس ويروح يهجم على الدجاجه ويقتل. وات تشوف شكل الدجاج. وات شباب، الفكره ما تدرون شنو، انه تجيب لك فوكس اوكي وتطيه سيف دايموند. اوكي شوفوا الفكره، تجيب فوكس وتطيه سيف الدايموند راح ياكلها، راح يبين كانه ما السيف شلون اقول لكم، راح يقتله بالسيف. هاي الفكره، تجيب له دجاجه، تحط له الدجاجه، وين هالدجاجه، تعال يا دجاجه، وتحط له الدجاجه. شوفوا شباب راح يهجم عليها. الله اوه هم حركه دفاعيه يا شباب. الزومبي ما يعبر السور، مو السور اللي شو يسمونه سكه الحديد، اول مره اسمع بيها هاي. خلينا نجرب نسوين هنا فد هنا بهذا الشكل، ونسوي بهذا الشكل وبهذا الشكل اوكي، ونروح على نجيب الزومبي اوكي، ونسوي تايم سيت نايت اوكي، ونسويها ايزي. يلا اني هسه هنا انا وحدي، اريدكم تجون. ما يصعدون صح؟ اي والله ما يجون. اوكي هاي الحركه انه انت تدنق وتدخل من جوا، هاي ندري بيها طبعا ومسويها اني بالفيديوهات. حركه ثانيه، تجيب تي ان تي وتحطها جبل داخل الماي وتحط فوقها ساند وتفجرها. شي يصير؟ شي يصير؟ ما صار شي. شي شي جديد؟ الساند والماء. ها حتى تفجر التي ان تي، صح التي ان تي احنا ندري بيه ينفجر بالماء، لو ما ينفجر بالله خلينا نشوف. ما عندنا ماي هنا، اوكي خلينا نصنع ماي. اوكي شباب سوينا بحيره صغيرونه، هسه نجيب لنا تي ان تي اي. ادي شوف اصلك تنفجر ولا ما تنفجر، هي المفروض تنفجر جوا الماي. انفجرت جوا الماي، شنو المشكله؟ بس الظاهر جوا الماي ماكو تاثير صح؟ بالله الظاهر شباب جوا الماي ماكو تاثير صح، ماكو تاثير. اذا تريد يكون بيها تاثير جوا الماي تحط على التي ان تي 2 سنت اوكي وتفجرها، راح يصير اكو تاثير راح يفجر الجو. المفروض هاي الفكره. يب بالضبط هاي، اذا تريد التي ان تي حركه حلوه، والصراحه اعطتني معلومه. اوكي عندنا حركه نجيب هذا اوكي. واو لا تقول لي لا والله تطلع حلوه. دقيقه، اذا هسه هذا شغلناه ومشينا راح تطير. وات والله شباب اتحمس اسويها، راح اسوي شباب طريق منا لهناك، فاحتاج سول ساند، لا مو هيك تنكتب، ونسوي بهذا الشكل اوكي، ونجي منا بنفس الفكره نسوي بهذا الشكل اوكي، نجيب لنا ماين كارت اوكي. يلا يا شباب نصعد وننطلق. اي نجحت. لا ليش ليش كمل كمل، ليش ما كملت؟ عجيب ليش ما كمل 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 كمل. ليه ماي ولافا يصير دايموند؟ مستحيل، بس ما اعرف ليش انا قاعد احاول اسويها وهي مستحيله مستحيله. لافا وماي وماي، يعني ايش راح يطلع لنا مثلا؟ راح يطلع لنا اوه سبحان الله. اوكي نصعد لي فوق، نحط الدرج وبهذا الدرج نحط بيه ماي اوكي، وبعدين كسر. اوكي الماي ما راح ينزل. وات اوكي ورا ما نزل بعد. اوكي خلينا نجرب ونشوف، بس خلينا نحتاج لنا شويه ميه، نجيب الميه اوكي. نصعد نصعد لنا شويه، نحط هذا بهذا الشكل ونسوي بهذا الشكل ونحط هذا الشكل، نحط الماي ونكسر. لا 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 مو بهذا الشكل، اصبر 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 حبيب قلبي اصبر، نجيب هذا بهالشكل ينزل ينزل. اوكي سرير بالنذر ما راح ينجح، لا تقول لي راح تنام، بالله خلينا نشوف راح ينام ايش راح يسوي. هو حط قروي، تخيل القروي ينام. اي والله نام. اوكي نقدر نروح للنذر، خلينا نروح للنذر شباب ونجرب. اوه نايس على هذا الحظ الجميل، بعد مره اسبل حتى لا نقول نسوي نفس ما اللي سووه بالفيديو. اوكي هنا أنا نجيب لنا بيت، ما يعرفوا بماينكرافت شباب انه السرير اذا تنام عليه هنا أنا ينفجر، هذا ندري بيه. فاحنا شو نسوي شباب؟ نجيب السرير ونجيب لنا قروي. ايش راح يصير بالقروي؟ ما ادري. نجيب القروي، اوكي خلينا نشوفه راح ينام لو ما ينام.
راح ينام. خلينا نقول له تايم سيت نايت، تايم سيت نايت. يلا يا قروي روح نام، قروي روح نام. واحد منكم خير يروح ينام على السريع. يلا يلا واحد منكم يروح ينام. ناموا. لا شلون انا على حظي بس انا منفجر. نحط الصندوق اوكي، ونحط هذا البرشر بليت. وات ما الصندوق شو صار ماي؟ اوكي عجبتني الفكره، خلينا نشوف تصير. اوكي شباب نجيب لنا برشر بليت، ونجيب لنا صندوق عادي، ونجيب لنا ماي فقط الماي، ونحطها بهذا الشكل. اوكي نجيب لنا ماي ونحط الصندوق. والله صار، والله شكله صار، والله شكله صار. اوه يس نايس. هذا دليل، تدرون شنو شباب دليل؟ دليل انه نقدر نخلي صندوق جوا الماي ونفتحه من جوا الماي. شوفوا، ما اعرف اذا هذا موجود بماينكرافت قبل، لي انا ما مجرب احط صندوق جوا الماي، ففكرة جميلة. اوكي صراحة شباب استمتعت هواي اليوم بهاي الخدعة الجميلة الحلوة، واستمتعنا بيها. فمقاطع كثيرة جاية ايام الجاية، فلا تنسون انه تتابعون القناة وتشتركون بيها، ونشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة، باي باي.